من جانب آخر، ندد دكتور مهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين بالهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل منتسبين في مصفى الصينية، ما أدى إلى استشهاد موظف وإصابة 31 آخرين بجروح. وقدم المحافظ تعازيه لذوي الشهيد والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل، مطالبا القوات الأمنية في قضاء بيجي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في القضاء والعمل الجاد على كشف الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي ضد موظفي أو موظفين مدنيين، مؤكدا على القادة الأمنيين بمتابعة منتسبيهم لمنع أي حالة غفلة قد تحدث لهم يستغلها الإرهابيون للترويج عن أعمالهم الدنيئة والتأثير على الإنجازات التي حققتها القوات الأمنية.